نحن اليوم متواجدين في معهد ليتي مول للتجميل، ومعنا الأخت نيفال مديرة المركز. نود التعرف عليها. ما تستطيعين أن تتكلمين عن نفسك وما هي الشهادات التي حصلت عليها؟ أنا دخلت في مجال الكسماتيكا من 4 سنين، حصلت على عدة شهادات في الكسماتيكا، في الحواجب، إزالة الشعر من الجسم طبعا عن طريق الشمع وبالأجهزة الموجودة اليوم، وتعلمت برضو في شركة جيرناتيك، مركت برضو دورة للكسماتيكا الطبية البارفوية بالفارماستاتيكا، وأخذت برضو شهادة في المكياج، كل المجال اللي بتعرفيه يعني. تجميل. تجميل. هلا حدثتنا عن الأجهزة التي يملكها معهد ليتي مول اليوم. أنا متواجد عندي بالمحل جهاز لإزالة الشعر اللي اسمه IPL، اللي بيشتغل طريقة النبضات الضوئية، طبعا مش ليزر، لأنه معروف ضمنا إنه الليزر مش متواجد عند الكسماتيكات، موجود دائما بتلاقيه بالمراكز الطبية أكثر عند الدكاترة. وعندي مخشير جديد عمليا للميزوترابيا، اللي بيشتغل لحل كتير مشاكل مثل الكلف، التجاعيد، وكل هاي الشغلات حب الشباب وشد البشرة. وعندي طبعا كمان شركة مكياج معروفة ألمانية اسمها مالو ويلز، اللي فيها كل المتصارين بتاعتها، المنتجات بتاعتها، المكياج معمول مواد طبيعية اللي هي غير مضرة للبشرة. تكلمت عن جهاز جديد، ولكن ما الذي يمنح جسم المرأة هذا الجهاز، وهل يستعمل لزيادة جمال المرأة أم ما هي الفائدة؟ طبعا المخشير الجديد بيشتغل كيف حكيت لك على جهاز الميزوترابيا، بيشتغل على حل مشاكل كتير للمرأة، كيف حكيت لك، للكلف، للحب الشباب، لملء التجاعيد. اليوم معظم النساء بتلجأ لملء التجاعيد عن طريق حقن البوتوكس، فاليوم في عنا بديل كتير حلو وممتع للمرأة إنها تعمله، غير مؤلم، بالعكس إحنا عم نفوت فيتامينات ومواد اللي هي بتساعد على إنتاج الكولاجين والإلاستين بالجلد عن طريق مساج، عن طريق هذا المخشير. فبنفس الوقت كمان المخشير بيساعدنا لحل مشاكل السلوليت بالجسم، للي عندها سلوليت صعب طبعا، كتير مرات بنلجأ لكتير طرق وبالنهاية صعب إنه نتخلص منه، فهو بيساعدنا كتير للتخلص من السلوليت. أجهزة أخرى تملكينها؟ مخشير الـ IPL حكيت لك عنه، مخشير عمليا كتير مريح استعماله، غير مؤلم، لأنه الراس تبع المخشير أو البلاطة اللي بتنحط على الجسم عمليا هي تلج بتكون، فالست بتشعرش بأي ألم، بتشعر بوخزة بسيطة يعني لما بتنضرب إنه بصيلة الشعرة، لأنه كيف حكيت لك المخشير فيه بيشتغل على نبضات ضوئية، لما بتفوت للجسم هي عمليا بتقتل الشعرة وبتدمرها. وظيفته يعني إنه يزيل الشعر للأبد؟ للأبد طبعا، دائما احنا بنقول للأبد، بس هو احنا بنعطي دائما نتيجة، بنكون صريحين مع الزبونة، عندها دائما نتيجة من 80 ل 90%، لأنه هذا بضل الجسم، بضل الإشي كمان متعلق في الهرمونات، متعلق في الهرمونات وبجسمها. طبعا نحن مقبلين على فصل الصيف والربيع بدأ، ما هي النصائح التي تعطينها لكل امرأة لكي تزور ليتي مول، أو بشكل عام نصائح لكي تحافظ على جمالها وبشرتها؟ أنصح كل مرأة طبعا إنها على الأقل زيارة أي مركز تجميل هي بتحبه أو تحب تزورنا طبعا مرة بالشهر. العناية اليومية في البيت للبشرة كتير مهم،
وطبعا بما انه فصل الصيف طبعا الوقاية من الشمس، الاستعمال الواقي من الشمس طول الوقت، هاي أهم نقاط يعني تفضل المرأة تحافظ عليها. وما هي الحملات الخاصة التي يحملها لديمون بمناسبة موسم الأعراس والصيف؟ أنا بهذا الصيف عاملة حملة للعرايس، اللي حملة عبارة عن تيبولين اثنين للعروس مع تنظيف جسم كامل بالشمع للعروس مع بناء أظافر، وطبعا بعد تنظيف الجسم في عندها كمان نستعمل أقنعة على الجسم. كل هاي الحملة أنا عملتها ب1500 شيكل هذا الصيف. الحملة كمان بتبدأ من 20/4 لـ20/5، اللي هي تنزيلات على كل التبولين 30%، ونتأمل تزورونا إن شاء الله. طبعا موقع شاشي بدعو كل المشاهدين يتفضلوا على ليدي مون ويزوروا المعهد ويتعرفوا على جميع الأجهزة الموجودة، ونتأمل صيف ممتع للجميع. شكرا لك. شكرا. طبعا هذا جهاز الاي بي ال الموجود عندنا بالمحل، كيف حكيت لك بيشتغل على الكرور او اشي الثلج المقاع تبعه، وفي عنا طبعا هون نمشي حسب لون الشعرة ولون الجلد عند كل سيت، وحتى بالجاورين هون نانو متر كمان نشتغل فيه. وطبعا هذا تقشير الميزوترابيا اللي هو بيعمل تقشير اولي للبشرة، وبعدين ممكن نشتغل على ادخال المواد اللي عبارة عن فيتامينات ومواد طبيعية للجلد عن طريق هاي الروس الموجودة فيه.